مكان يا مكان. لا لا، ما هذا؟ يا إلهي، إنه يأخذني بعيدا. لا بأس، إنه لا يستطيع رؤيتي. ما هذا المكان؟ إلى أين تذهبين يا غريبة؟ اشتركوا في قناتي وو فيري تيلز. دعني وشأني. ساندي، أمي، إنها أمي. هل أنت حقا هناك؟ لا، والدتك لم تعد هنا. انظري هناك. لا 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 يمكن. أمي. هذه ساندي، الفتاة التي تطاردها الكوابيس كل ليلة. ساندي، لماذا لم تستيقظي بعد؟ هل تعرفين أنه؟ أنا أعرف، أنا أعرف. نشأت كوابيس ساندي من الحياة الحقيقية. توفيت والدتها منذ زمن طويل، ولم تتمكن ابنتنا الصغيرة من التصالح مع والدها. لم تكن حياة ساندي في المدرسة أفضل. كثيراً ما كانت تضايق من قبل أصدقائها. بالتدريج أصبحت ساندي منعزلة وخجولة ومتشككة في نفسها. أين وضعت عينيك وأنفك؟ أنت غريبة الأطوار. أصبحت حياة ساندي مثقلة، سواء في الواقع أو في كوابيسها. وبدأ الأمر وكأنه سيستمر إلى الأبد لولا ذلك اليوم المشؤوم. جاء رسول ملكي إلى مدرسة ساندي للإعلان عن مسابقة رقص ملكي، امتلاك موهبة طبيعية للرقص. كانت هذه فرصة لساندي للتحرر من مشاعر عدم الأمان التي تعاني منها. ولسوء الحظ كانت ساندي خجولة جداً، بحيث لم تتمكن من اغتنام الفرصة. حسناً، انظروا إلى ما تخطط غريبة الأطوار للقيام به. سمحت الفتاة لنفسها بالحرج والشك، وسيطر على عقلها. في تلك الليلة كالعادة، كان على ساندي أن تواجه كابوساً، ولكن ليس هذه المرة. استيقظي أيتها الفتاة الصغيرة. حلمت ساندي بحلم غريب لم تراه من قبل. أين أنا؟ ومن أنت؟ هذا هو عالم الأحلام، وأنا باكو، آكل الأحلام. لقد التهمت كل كوابيسك. الواقع يؤثر على الأحلام، والناس يصنعون أحلامهم الخاصة. تراودك الكوابيس في كثير من الأحيان، لذا أريد أن أقدم لك هدية. القطعة الأثرية التي كانت تحملها ساندي كانت كيس رمل الأحلام. منح الناس القدرة على تعديل الأحلام وفقاً لرغباتهم، مع القيد الوحيد وهو خيالهم. الآن تستطيع ساندي أن تخلق أشياء جميلة في أحلامها، في تناقض صارخ مع حياتها النهارية المليئة بالحزن. فقط ارمي حفنة من الرمل وفكري فيما تريدين، وسوف تختفي كل المخاوف. كانت تتوق للوقوف على خشبة المسرح، لكن خجلها أعاقها عن العالم الحقيقي. ومع ذلك في عالم الأحلام قامت ساندي بتحويله تماماً كما أرادت. أصبحت أميرة جميلة في مملكة البجع، وكان عليها أن تشارك في مسابقة الرقص أمام المملكة بأكملها. وتعرفت ساندي على الوجوه المألوفة بين الحضور. وخلافاً لما يحدث في الحياة الواقعية، هاتفوا بحماس لساندي، مما منحها الثقة التي لم تشعر بها أبداً خلال النهار، كما لو كانت تغذيها القوة المكتشفة حديثاً. قامت ساندي بأداء حركات رقص رشيقة كانت مخفية بسبب الخجل والشك في النفس. لقد مر وقت طويل منذ أن شعرت ساندي بهذه السعادة. لقد أسرت الجميع بسهولة بموهبتها الفطرية. استيقظي ساندي، إنه الصباح. ومع ذلك كان هذا مجرد حلم، ولم تتمكن ساندي من الانغماس فيه إلى الأبد. إنه كيس الرمل، باكو حقيقية. لم يكن بوسع ساندي إلا أن تكون متحمسة لحلم الليلة، لكن حماستها سرعان ما طغى عليها الإرهاق منذ لحظة استيقاظها. وشعرت ساندي بالسوء أكثر عندما
ماذا سوف تؤدين؟ رقصة دودة الكتب؟ نظراً لعدم الأمان من مضايقة أصدقائها، كانت ساندي تتوق إلى السعادة في تخيلاتها. في تلك الليلة استخدمت مرة أخرى الهدية التي قدمتها باكو. لا تقلقي، القلق مجرد عرض جانبي وسوف يختفي بسرعة. بغض النظر عن الطريقة التي أحلم بها، فإن أصدقائي في العالم الحقيقي ما زالوا كما هم. لكن ساندي لم تكن تعلم أن باكو قادرة على جذب الآخرين في أحلامها. حولت ساندي نفسها إلى أميرة محاربة في المملكة تحت الماء. أصبح أصدقاؤها جنرالات مخلصين تحت قيادتها، يطيعون أوامرها ولم يعودوا يسخرون منها كما هو الحال في العالم الحقيقي. عندما تعرضت المملكة تحت الماء للهجوم، قادتهم ساندي بشجاعة للقتال ضد القراصنة الأشرار، بدلاً من أن تكون خجولة في الواقع في عالم الأحلام. حاربت ساندي بشجاعة وهزمت القراصنة وأنقذت الأسماك الأخرى في إعجاب أصدقائها. تلقت ساندي الهتافات لأفعالها البطولية، وكان بإمكانها التحدث بحرية مع أصدقائها دون مضايقة. ولكن بالتأكيد كان لكل حلم أن ينتهي. شعرت ساندي بالإرهاق أكثر من اليوم السابق، كما لو أن الوحدة واليأس قد اجتاحتها. كان هناك شيء غريب جدا، لم يعد أصدقاء ساندي يضايقونها، ولكن بسبب الحلم كانوا خائفين ومترددين في التعامل معها. غارقة في أفكارها، عادت ساندي ببطء إلى المنزل، عزمة على عدم استخدام كيس الرمل مرة أخرى. ولكن لماذا تعودين إلى المنزل في هذه الساعة؟ أنا متعبة، آسفة يا أبي. لا أعذار، هل تعرفين أنها؟ لماذا يجب أن تكون هكذا يا أبي؟ لماذا لا يمكنك أن تتركني وحدي؟ أمي لم تفعل ذلك أبداً، أنت لا تفهم أي شيء. في تلك الليلة استخدمت ساندي مرة أخرى كيس الرمل لتنسى ألم العالم الحقيقي. أصبحت أميرة جميلة في مملكة قوس قزح. عاشت ساندي حياة مزدهرة محاطة برعاية مخلصين. كان لديها كل ما تريده ولم ينقصها شيء في هذا الحلم. ولكن الأهم من ذلك، في هذا الحلم كان لدى ساندي عائلة دافئة. طلبت من باكو إحضار والدها إلى الحلم، حتى أنها استخدمت كيس الرمل لإطفاء حضورا على والدتها المتوفى. لقد مر وقت طويل منذ أن تناولت وجبة جيدة، أنت سعيدة أليس كذلك أيتها الفتاة الصغيرة؟ يبدو أن باكو تكبر بشكل أكبر وأكثر غرابة، لكن ساندي لم تهتم بتحولات باكو لأنها كانت منغمسة في سعادة الحلم. ساندي عزيزتي، ما هذا؟ أدى حب الأب وابنته إلى إخراج والد ساندي من سيطرة باكو. لقد قيل منذ زمن طويل، لقد سمعته، ذلك الوحش سوف يلتهم الأحلام وحتى الأمل والسعادة. لقد أعطاني السعادة، شيء لم تتمكن من فعله. أنت تتحكم حتى في أحلامي، أتمنى. لا أريد أن أراك بعد الآن. كيس الرمل والوحش سمعوا رغبة ساندي. في اليوم التالي استيقظت ساندي وهي ليست متعبة فحسب، بل كانت يائسة ومتألمة أيضا. ذهبت إلى المدرسة دون أن تلاحظ غياب والدها. لماذا منزلنا مظلم جدا؟ وتبين أن والدها كان نائماً منذ الليلة السابقة، وبغض النظر عن الطريقة التي نادى بها ساندي، ظل في سبات عمي كما لو كان ضائعاً إلى الأبد. تذكرت ساندي فجأة سلوك باكو الغريب والكلمات في الحلم في اليوم السابق، وربما كان هذا هو السبب. على الرغم من الإرهاق، قررت ساندي استخدام كيس الرمل لدخول الحلم مرة أخرى، مرة أخيرة. وسرعان ما وجدت والدها في الحلم، وشخص مألوف جدا. لماذا أنت صارم جدا؟ ساندي مجرد طفلة، علي أن أكون أريدها أن تصبح أكثر صلابة. أنا أحب الفتاة الصغيرة، لا أستطيع أن أفقدها مثلك. أبي، ها أنت ذا،
ساندي. لم تصدق ساندي ذلك، فوالدتها كانت في الواقع الوحش باكو. استدرجت ساندي إلى خلق أحلام جميلة لتلتهم آمالها وسعادتها التي استثمرتها في تلك الأحلام الكاذبة. أنت تغرقي في سعادة مزيفة، لم تلاحظي تغيراتي. عليك أن تدفعي الآن. بعد أن أصبح لديها ما يكفي من القوة، ستلتهم باكو أرواحا كل من ساندي ووالدها. استخدمت ساندي بشكل غريزي كيس الرمل للقتال ضد باكو، ولكن بالطبع لم يحدث شيء. بدون كيس الرمل لم تكن ساندي شيئا. دعيه يذهب. ملأ اليأس عيني ساندي وهي تشاهد والدها يضعف أكثر فأكثر. ساندي أنا آسف. العجز واليأس والحب طغى على ساندي. الآن لم يكن لدى ساندي أي رغبة سوى إنقاذ والدها. دعيه يذهب. ساعدت موجة من القوة من مصدر غير معروف ساندي في إنقاذ والدها في لحظة. الناس يصنعون أحلامهم الخاصة، ولهذا السبب غالباً ما تراودك الكوابيس. صحيح، هذا حلم، حلمي، حيث أستطيع أن أفعل أي شيء، حيث أستطيع أن أخلق أحلامي الخاصة. أصبحت قوة إرادة ساندي قوية بشكل غير عادي، تحولت إلى أميرة بجاعة رشيقة. أدت حركات بالي ساحرة لإبعاد الوحش. ارتفع الأمل والثقة بالنفس داخل ساندي. وصلت التحول إلى حورية البحر وتسخير قوة البحر. تسونامي ساندي أبعد باكو، مما دفعها إلى حيث تنتمي، وتحولت إلى أميرة قوس قزح ووجهت الضربة النهائية إلى باكو. خذي هذا ساندي عزيزتي. تعافى والد ساندي بعد أن هزمت باكو. في هذه اللحظة بالذات ظهر المالك الحقيقي لكيس رمل الأحلام، كانت جنية الأحلام. كانت باكو مخلوقا خرج عن السيطرة وسرق كيس رمل الأحلام لإظهار قوته. في الواقع ألم تهزم الفتاة الصغيرة الوحش بنفسها؟ ترك والد ساندي وابنته الحلم دون أن يعرف أن والدة ساندي هي في الواقع باكو. كانت الجنية هي التي تحولت إلى باكو لمساعدة ساندي على الثقة بنفسها. بعد الحلم فهم والد ساندي ابنته بشكل أفضل. ساندي تدرك أيضاً أنه بدلاً من الهروب إلى الأوهام، كان عليها أن تواجه الصعوبات بشجاعة. هذه صديقتي، أنا أدرس معها، إنها مذهلة. وساندي أقسمت لي أنه عندما تقف على المسرح ألقت نظرة خاطفة على شخص يشبه والدتها الراحلة وهي تبتسم لها بلطف. في يوم من الأيام عندما كان لا يزال الإنسان بمواجهة الخطر الكامل في كل مكان من الوحوش الشرسة، عاشت هناك قبيلة قوية جدا وموهوبة، واعتبروا الصيد وظيفتهم الرئيسية، لذا فإن العضلات ضرورية هناك. فقط ديمسي ابن رئيس القبيلة كان ضعيفاً جداً وحجمه صغير، وهذا جعل الجميع يحتقره حقاً. حتى والده شعر بعدم الرضا عن ابنه الضعيف، وأخيراً اتخذ قراراً قاسياً وطرد ابنه من القرية. تركوه لمواجهة الوحوش الشرسة في الخارج. في الأيام الأولى بدون القدرة على الصيد، كان بإمكانه فقط أن يأكل الدرنات والجذور ليعيش بها. وفجأة وجده وحش فبدأ بمهاجمته. بالاستفادة من شخصيته الصغيرة تمكن ديمسي من تفادي جميع هجمات الوحش بسرعة، لكنه لم يستطع الاحتفاظ بها إلا لفترة من الوقت، وسرعان ما هزم. وفجأة جاءت فتاة من العدم لتنقذه. في غمضة عين تمكنت بسهولة من هزيمة الوحش.
من أنت؟ لماذا أنت وحدك هنا؟ وأين فريقك؟ على الرغم من أسئلته لا تزال الفتاة صامتة وغادرت بسرعة. إنها حقا غريبة لكنها قوية. للبقاء على قيد الحياة هنا أفضل الطريق هي اللحاق بها. منذ تلك اللحظة تبع ديمبسي تلك الفتاة الغامضة، راقب بعناية الطرق التي قاتلت بها الوحوش. ثم فقدوا عن طريق الخطأ في مخبأ للوحوش التي كانت تعيش فيه مجموعة. على الرغم من أنهم لم يكونوا أقوياء جدا، إلا أنه كان هناك الكثير منهم، مما جعل الصيادة غير قادرة على القتال ضدهم. في أخطر اللحظات تذكر أنه التقى بتلك الوحوش من قبل. من خلال تجربته ساعد الفتاة على الخروج من الموقف الخطير. هل تريد أن تصبح صياداً حقيقياً؟ أريد أن أفعل ذلك، لكن جسدي صغير جداً وأنا ضعيف حقاً. ليس كل صياد يحتاج إلى عضلات. كان هذا هو الشيء الذي ديمبسي ينتظره لفترة طويلة. سيد يعلمه الصيد دون التقليل من حالته الجسدية الضعيفة. منذ تلك اللحظة علمته الفتاة الصيادة أشياء كثيرة، وكان يعرف أيضا أن اسمها هو زاوية. شكرا لذكائه سرعان ما أصبح بارعا في استخدام المهارات اللازمة للصيد. في ذلك الوقت تمكن من هزيمة الوحش بنفسه. بعد أن أصبح صياداً حقيقياً، ما زال ديمبسي يريد العودة إلى القرية التي تخلت عنها. جلب معه إنجازاته ليعود، لأنه أراد أن يثبت أن العضلات ليست كل شيء. إلا أن صورة القرية أمام عينيه تثير دهشته حقاً. كانت متداعية ومهجورة. ديمبسي، هل هذا أنت؟ اتضح أنه بعد مغادرة ديمبسي، كل ليلة كان على القرية أن تتحمل هجمات وحش قوي حقاً. كان عليهم للانتقال للعيش تحت الأرض في الأمطار. في قتال أصيب والد ديمبسي بجروح خطيرة من قبل الوحش. عندما كنت صغيراً اصطدمت مع هذا الوحش عدة مرات. أصبته أيضاً عن بطني، لكني لم أتمكن من القضاء عليه، لذا فهو يكرهني حقاً. بعد سنوات عديدة لم أره، لكن قبل أيام قليلة من مغادرتك أدركت أنه عاد ليجدني. علمت أن الوقت قد حان لأواجهه مرة أخرى. لم أتوقع أنه كان أقوى بكثير من ذي قبل، وكنت أضعف وأضعف. إذن لحمايتي طردتني من القرية؟ في الحقيقة هو منقذي. جئت من قبيلة كانت على الجانب الآخر من الغابة، حيث يعمل الصيادون بشكل فردي. ذات مرة عندما كاد الوحش أن يبتلعني أنقذني وعلمني المهارات اللازمة. طلب مني أن أعتني بك. كنت أراقبك دائما منذ أن غادرت القرية. سأهزم هذا الوحش، ولكن كيف يمكن لأقوى المحاربين الصيادين في قريتنا أن يفعلوا شيئا حيال ذلك؟ لذلك لا يمكننا استخدام القوة لمواجهته، فنحن بحاجة إلى خطة أكبر. مع تعليمات ديمبسي وزوي أنشأوا فخا قويا. في تلك الليلة كان الجميع صامتون في انتظار مجيء الوحش. حسب حسابات ديمبسي حوصر الوحش بسرعة، ثم كان هناك الكثير من الرماح تتجه نحوه. لا
ولكن درع الحماية كان سميكاً جداً، ولم تتمكن الأسلحة العادية من اختراقه. سرعان ما كسر الوحش الفخ للهرب. في تلك اللحظة أدركت زوي شيئاً غير طبيعياً عن الوحش. رمسي، ضعفه في منتصف الجبين، سنهاجم حتى تلك النقطة. ومع ذلك كان هناك فجوة واسعة بين حجم الوحش والإنسان، لذا لم تتمكن زوي من الاقتراب. لدي طريقة، جميعكم حاولوا تأخيره من أجلي. ثم ركض ديمبسي بسرعة إلى نفق فارغ. استخدم سلاحه لتحطيم فتحة النفق بقوة، مما جعل التربة أكثر نعومة تدريجيا. عندما شعر أن هذا على ما يرام، أشار إلى أن يقود الجميع الوحش هنا. انتظر ديمبسي بصبر اللحظة المناسبة. قام بضربة قوية ليضرب الضربة الأخيرة على سطح النفق. جنباً إلى جنب مع وزن الوحش انهارت الأرض. كان الوحش عالقاً على الفور في طبقات التربة. اغتنمت الفرصة واندفعت زوي بسرعة هناك لإنهائه. أخيراً بدلاً من والده، تمكن ديمبسي من هزيمة الوحش الذي استحوذ على والده طوال نصف حياته تقريباً. تم الاعتراف بإنجاز ديمبسي من قبل الجميع وعينوه رئيساً للقبيلة. أما زوي عندما كان مع بعضهم البعض، وقع ديمبسي تدريجياً في حبها، وتزوج الاثنان وحكما القبيلة معاً بسلام ورخاء.